بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معكم المهندس إبراهيم في درس جديد من سلسلة الفوتوشوب المعماري، وإن شاء الله اليوم راح يكون درسنا عن إظهار سكشن في مطبخ. مثل ما احنا شايفين النتيجة أمامنا، في درس اليوم راح يكون تركيزنا على أمرين جداد اللي هم الجريدينت أوفرلي وأمر البيفل، وطبعا هدول ضمن قائمة اللاير ستايل. الهدف منهم لنحصل على نتيجتين، النتيجة الأولى من الجريدينت أوفرلي نحصل على إفكت مثل الموجود هون عندنا للجلاية في المطبخ، وإفكت البيفل بحيث نحصل على تحجيم للشغل اللي موجود عندنا. في البداية راح نبلش كالعادة، راح نسحب ملف البي دي اف اللي راح أرفقه كالعادة مع الفيديو، ولاير جديد ولون الأرضية لون أبيض، ونبلش نلون المشروع. في البداية بتلاحظوا انه اللون المستخدمينه في الاسفل هو لون اخضر. راح نختار نحدد الدفات، وبتلاحظوا انه بنحددهم مرة واحدة، يعني كل جزئية لحال. هذا بيفرق معنا في النتيجة، وهلا راح تشوفوا ليش. الدفة الأخيرة بدي أحددها بأداة تحديد المستطيل، ما بدي أحددها مثل قبل. ونجي نعمل نيو لاير ونعمل عليها فيل باللون الأخضر. بتلاحظوا إنه أول شيء الفرزة أو التفاصيل اللي في الدفة هون اختفت معنا لأنه لاير أوتوكاد فوق. ممكن نحلها بإنه نعمل لاير أوتوكاد فوقيها، مش مشكلة، لكن الهدف من تحديد اللي هو الفراغ الخارجي والداخلي لحال، انه لما نيجي نضغط دبل كليك ونيجي نختار امر البيفل، راح تلاحظوا هون عندي عدة قيم تتحكم في قيمة البروز. اول شيء الدبث، تلاحظوا اثرها. تاني شيء اللي هي السايز اللي هي كمية البروز، وتالت شيء اللي هي السوفتن اللي هي بتعطينا تنعيم للحواف او عدم تنحيم تنعيم. في السايز طبعا مثل ما احنا متعودين القيم هاي ما في قيمة ثابتة، حسب ما مشروعنا مناسب وحسب أبعاد ورقتنا، كل هذا بصير بتحكم العين وإحنا بدنا نختار القيمة الأنسب لنا. الشغلة الثانية المهمة في المنطقة حاليا اللي هي الشيدينج اللي هي زاوية الظل. إذا بتلاحظوا هون الظل والنور جاي من الأعلى، فإحنا إذا بدنا نغير قيمة الظل والنور بنغير الاتجاه من الدائرة هذه. ممكن أنا أختار هون 45 الزاوية 45، فرضا لقيها مناسبة بعتمد. بنلاحظ عنا قيمتين تانيات ممكن نهتم فيهم اللي هي الشادو مود والهايلايت مود. بتلاحظ عنا هون من الجزء الأيمن والأعلى في عندي لون أبيض، والجزئين المقابلين في عندي لون أسود اللي هم قيمة الهايلايت والشادو. ممكن إذا غيرنا القيم مثلا اخترنا اللون الأحمر، بتلاحظوا إنه الشادو صار عندنا باللون الأحمر. لهيك احنا حددنا الدفة الخارجية والداخلية صح التعبير لحال، ما حددناهم مستطيل كامل، لأنه بتلاحظوا إنه هون ما صار عندي التفاصيل في الدفة الأخيرة. راح نخلي القيم عندي باللون الأسود. وبرضه شغلة انتبه لها إنه هون بعطيني بريفيو لمشروعي أو للستايل اللي أنا شغال عليه، بضغط أوكي. وطبعا راح أجي هذه الدفة أحذفها وأرجع ألونها من أول جديد. Alt Backspace، وهيك صارت عندي الدفة جاهزة مثل خواتها. راح ننتقل للمنطقة العلوية، نفس الشي راح نحدد القيم وراح نحدد الجزئية هاي شرحة شرحة أو تفصيلة تفصيلة. اوكي، نضغط نيو لاير واللاير نعطيه فيل. اوكي، وباللون الاخضر مش مشكلة. بنجي من كلر اوفرلاي بنختار اللون السكني مثلا، ممكن نختار سكني بارد شوي. اوكي، ونجي نفس الشي نعطي قيمة بيفل. هلا تلقائي اخذ القيم اللي اشتغلنا عليهم سابقا. طول وانا شغال في مشروعي تقريبا القيم راح تكون متقاربة الا في بعض الجزئيات. ليش بقول الا في بعض الجزئيات؟ لانه اذا بتلاحظوا الرفوف هذول قيمتهم او الارتفاع لهم قليل بالنسبة للدفات، فلو جينا حددناهم مع الدفات وجينا على نفس اللاير عملنا فيل، بتلاحظوا انه شكل الرف مش قيمة حلوة مناسبة اعطتني. فبنعمل كنترول زد،
نعمل نيو لاير والت باك سبيس، وممكن اجي اعمل كوبي لاير ستايل بيست لاير ستايل، واجي اغير في القيم هون، السايز ممكن اقللها واحد واحد، ممكن الدبث اتحكم في قيمتها شوي، ممكن حتى اخفف النعومة، ممكن هيك نتيجة افضل. هاي الرف العلوي نفس الشي عملنا. هلا حاليا عندنا الرفوف الخلفية، راح نعمل نيو لاير الت باك سبيس دبل كليك كلر اوفرلاي، حددنا لاير بالغلط، دبل كليك كلر اوفرلاي، ممكن اعطيها لون اغمق درجة بحيث انها جاي في منطقة الظلال. اوكي اوكي، وحاليا بدنا ننتقل لجزئية الجلاية. بتلاحظوا عندي هون تدرج في اللون، كيف ممكن نوصل للنتيجة هاي؟ ببساطة بنجي نرجع على السكشن، بنحدد الجلاية وبنعمل نيو لاير وبنعمل فيل، ما بهمنا اللون لأنه راح نضغط دبل كليك عليه، ونجي اليوم أو حاليا لأمر جريدينت أوفرلاي، وبتلاحظ إنه هون أعطاني قيمة تدرج. القيمة هذه كيف بحددها أو كيف أتحكم فيها أو شو الألوان اللي بستخدمها أنا؟ ممكن لو ضغطنا هون بتلاحظوا إنه في عندي أكثر من فولدر جاهزات في الفوتوشوب، وممكن أنا أضيف جريدينت تاني إذا عندي أنا مخزنهم أو منزلهم من الإنترنت، ممكن أضيفهم عن طريق إمبورت. حاليا في عندي جزئية كافية لمشروعي، مثلا لو جينا اخترنا ألوان الجريز، تلاحظوا انه هون عندي عدة تدرجات ممكن استعملها لمواد شبيهة بالمعادن او بالسيلفر فرضا، او مراية مثلا بدي اظهرها في مشروعي. فرضا هذه القيمة اعطتنا النتيجة اللي بدنا اياها، دبل كليك اوكي اخترناها، ممكن من هون اتحكم في قيمة الانجل اللي هي التدرج من وين لوين يبلش. ممكن اختار الزاوية هاي 45، او لا ممكن اختار 0 فرضا، او ممكن اختار للاعلى، كل شخص يعني ونظرته لمشروعه. طبعا هون في جزئية اللينير والراديال والانجل والتفاصيل هذه كيف ممكن يصير شكل الجريدينت. احنا الانسان نشوفنا حاليا اللينير، ممكن لو ضغطنا عليها فينا نتحكم هون في الالوان وفي اماكنهم وفي تقاربهم وتباعدهم. ما بدنا نعدل شيء، بنضغط كانسل وبنضغط اوكي. وعندي حاليا برضو الشفاط ممكن ياخذ نفس القيمة ونفس اللون، بس اذا جينا حددنا نفس اللاير ورجعنا للاير اللي كنا شغالين عليه لاير 8 وقلنا الت باك سبيس، لاحظوا النتيجة تغيرت لانه صار عندي تدرج من النقطة هاي للنقطة هاي. ممكن يعطيني النتيجة بدي اياها او ممكن ما يعطيني اياها حسب الشغل انا ماشي عليه. حابب انه احتفظ في النتيجة اللي وصلت لها قبل، بضغط كنترول زد وبعمل نيو لاير والت باك سبيس، وبجي كوبي لاير ستايل بيست لاير ستايل. هيك تقريبا وصلنا النتيجة بدنا اياها. ممكن حاليا نضيف الانارة المخفية للرفوف، نيو لاير، راح اجي هون لأداة تحديد المستطيل، احدد ريكتانجل واجي اختار لون الانارة اللي انا حاببها لمشروعي ولتكن لون اورنج فيل. طبعا بتلاحظوا انه صار عندي هيك لانه اللاير اسفل لاير الخزانة اللون السكن اللي لوننا فيه، فبنرفع اللاير للاعلى، وبجي بضيف ماسك، بجي على اداة الجريدينت تول، طبعا الماسك لازم اكون واقف عليه، واختار الجريدينت تول اسود وفي الخلف ابيض، وبحدد من الاسفل للاعلى. صار عندي تدريج للون الإنارة، خفالي الجزء الأسفل بس الجزء الأعلى ضل ظاهر. إذا أنا شايف النتيجة ممتازة بخليها، ممكن نخفف الأوباسيتي شوي 80%. أوكي، إذا أنا شايف نتيجة تمام يا بخلي الماسك، يا أما بجي بحولها لسمارت أوبجكت وبجي بكررها للأسفل، طبعا بضغط ألت وأنا بسحب وبكررها لأسفل، ألت وأنا بسحب، ممكن حتى للأسفل لأسفل الخزائن كاملة، وأعمل كنترول تي وأضغط شيفت لليمين أساس أسحب، وشيفت لليسار أساس أسحب القيمة هذه. أوكي، طبعا ممكن إذا حدا بيشتغل على فوتوشوب نسخة قديمة وضغط شيفت
ما تصير نتيجة، لأنه فرق النسخة فقط لا غير. وراح أجي أضغط هون ماسك، وأجي أداة البرش، أختار برش سوفت راوندد، وأتحكم في القيمة من هون شوي ومن هون، لأنه عندي هون شباك فممكن جاي فضى فما بعطيني النور بشكل تدريجي، فممكن هيك تجي أفضل. نفس الشيء ممكن هون أقلل في النتيجة. آخر شيء بدنا نضيف حاليا التايلز للمشروع. التايلز ببساطة حددنا الخلفية وضغطنا نيو لاير وعملنا فيل. التايلز انتبهتوا في المشروع عندنا هون بلاط الترازو، انا طبعا هاي الصورة جبتها من النت، ادرجتها على الفوتوشوب، وجيت ضغطت edit define pattern وعملت اوكي. فلما اجي هون على امر دبل كليك باترن اوفرلاي، بلاقي انه عندي هون في باترن جاهزة اساسا من الفوتوشوب، وهون الباترن اللي انا بضيفهم، اي صورة ممكن اضيفها لمشروعي. بضغط على صورتنا اللي اخترناها، بتحكم في السكيل اللي بدي اياه واللي شايفه انسب لمشروعي. اوكي اوكي تمام. وممكن نفس الشي نستفيد من امر الجريدينت لنعطي تظليل للشباك وللزجاج الخلفي. هاي نحدد الفريم، هيك تمام. نعطي لون أسود مثلا أو سكني، ونفس الشي دبل كليك. ممكن أروح لجريدينت أوفرلي، بس هالمرة ممكن أختار لون أغمق شوي، مثلا لقيتها كتير غامق، بجي هون بخفف الأوباسيتي، فبصير مزج ما بين اللون الأصلي وما بين الجريدينت اللي أنا اشتغلت عليه حاليا. أوكي، وهيك تقريبا بنكون وصلنا لنهاية درسنا، وبتمنى إنه يكون الدرس مفيد إلكو وتعلمنا شي جديد، وإن شاء الله بنلتقي قريبا في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.